ما انتوا اخذتوا انتوا صغار قصة الصياد اللي صاد عصفور وكانت الدنيا كانها برد كثير وصار يعني دمعت عينيه وصار ينزل من عينيه الدمع. ففي عصفورين اثنين عفوك الشجرة, واحد منهم قال لك شوف ما ارحم هالصياد, ما ارحم هالصياد هاي عينيه ايش. العصفور الثاني حكيم يعني حكيم اكثر من كثير من جماعتنا. اللي لسه مش فاهمين قال له انت بتنظر لعينيه انظر شو بتعمل ايديه, بتنظر لعينيه انظر شو بتعمل ايديه. انا بدي تصريحات, انا بدي بشوف شو ولذلك الغالبية العظمى من الامة واعية الغالبية, والتضليل الهائل يعني اقتنص البعض. مين اقتنص؟